تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي، السلام عليكم. هذا اختبار مادة التربية المدنية للفصل الأول. التمرين الأول يقول: أكمل الفراغ بالكلمات المناسبة: إسراف، المائي، المكاني، الجسمي. نبدو. النظافة هي تنقية، نعم، الجسمي. أكتب الجسمي. واللباس والمكاني، المكاني الذي نعيش فيه: المنزل، المنزل، المدرسة، الحي. وذلك باستعمال، جيد، الماء، لكن دون، أحسنتم، إسراف. نقرأ: النظافة هي تنقية الجسم واللباس والمكان الذي نعيش فيه: المنزل، المدرسة، الحي. وذلك باستعمال الماء لكن دون إسراف. السؤال التمرين الثاني، أجب بصحيح أو خطأ: الحلويات لا تسبب التسوس. خطأ، أحسنتم، الحلويات تسبب التسوس. الأكلات السريعة ليست خطيرة. خطأ، الأكلات السريعة خطيرة، يجب عدم إكثار منها. الأغذية السكرية والدسمة صحية. خطأ، الأغذية السكرية ليست صحية. أغلق الحنفية بعد كل استعمال. جيد، صحيح. أغسل السيارة بالحنفية مباشرة. خطأ، عند استعمال غسل السيارة نستعمل الدلو، هذه إجابة خاطئة. أغسل يدي قبل الأكل وبعده. أحسنتم، صحيح. التمرين الأخير الثالث، أربط بسهم. تناول أغذية منتهية الصلاحية، عدم غسل اليدين، عدم تنظيف الأسنان، الطعام والشراب. من نعم الله علينا: يسبب التسوس، انتقال الجراثيم، تسبب التسمم. تناول أغذية منتهية الصلاحية، أحسنتم، تسبب التسمم. نربط بسهم. عدم غسل اليدين، جيد، انتقال الجراثيم. ثالثا، عدم تنظيف الأسنان، نعم، يسبب التسوس. الأخير، الطعام والشراب من نعم الله علينا. وهكذا انتهينا من التمرين الثالث، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، ومع السلامة.